السلام عليكم، شلونكم طلاب؟ ان شاء الله تكونون بخير. محاضرتنا اليوم هي على جهاز الكاستنج ماشين، جهاز صب المعادن. طبعا هذا الجهاز نستخدمه باكثر من مختبر، مختبر الكراون دبرج اللي هو اتجان الجسور، ونستخدمه بمختبر الكرون كوبالت باشا بدنشر اللي هو الطقم الجزئي المعدني. فبنبدا بسيطه عن الجهاز. الجهاز نوضع به الانجوتات مال المتل، اخذت المتل بالماتيريال، ونجي نصهرها اما مانوال اما يدويا، نجيب تورش ونسوي لها مالتنج، نذوبها ونسوي لها شوتينج، ونسوي كاستنج للرنج اللي عندنا، اما الكتريك يعني كهربائيا ندقهم بس ندوسها وتسوي لنا سنترفيوج طرد مع طرد مركزي، وتسوي شوتينج للمتال بعد ما يذوب زين، ونكمل صب الرنج مالتنا. المهم هسه الكاستنج ماشين راح ناخذ تعريفه. يوز ان كروم كوبالت اند ان كراون اند بريدج لابوراتوري، يستخدم مختبر الكروم كوبالت والتيجان والجسور فور بورينج ذا اول تايبس اوف ميتال، حتى يصب لنا كل انواع المتال. تايبس اوف كاستنج ماشين، انواع شنو؟ نمبر 1 كونفنشنال سنترفيوج كاستنج ماشين، اللي هو الكاستنج ماشين اللي هو الاعتياد، اللي هو هذا المانوال اللي يستخدموه بالمختبرات. واكو الكتريك سنترفيوج كاستنج ماشين، جهاز صب الكهربائي. واكو فيستا كاست سنترفيوج كاستنج ماشين، نوع متطور اكثر ويصبونه تقريبا كل انواع المتر، كلهم راح نحكي عليهم تفصيل، بس تفصيل بسيط. هذا الكاستنج ماشين هو المانوال مثل ما تشوفون زين، اجزاء هسه نجي نحكي عليه بالتفاصيل. هذا النوع الثاني زين، راح ناخذ الكونفنشنال اللي هو نمبر 1 كونفنشنال سنترفيوج كاستنج ماشين. There is two design from the point of rotation، اكو تصميم من هذا الجهاز حسب نقطة الدوران، either rotation parallel to the earth، اما يكون دورانه مثل هذا الجهاز يكون موازي لسطح الارض earth surface or perpendicular to the earth surface، اما يكون او النوع الثاني شنو يكون perpendicular يعني عمودي على سطح الارض، يعني يفتر شلون دي لاب الهواء، هذا البيربنديكولار، وهذا النوع الثاني يفتر موازي لسطح الارض. All have the following part، كل انواعه تتالف من شنو؟ زين تتالف من اولا بروتكتيف كفر جارد، اللي هو شنو؟ الغطاء اللي يعطينا حمايه الشغل مالتنا، وان كاشخاص نصب اللي راح نصب المتر مالتنا. بروتكتيف كفر اللي هو غطاء الحمايه، is made from metal، مصنوع اكيد من المتل مثل ما تشوفون انتم هذا الغطاء اللي موجود به. from metal the inner surface، السطح الداخلي مالته. from pressure aspect that circle the tool، السطح الداخلي مالته يكون مبطن بطبقه تتحمل الضغط. ضغط شنو؟ ضغط الشوتينج، يعني من اسوي شوتينج نوبات يصير عندي فيلر، فالمتل شنو؟ ينقذف مو بالرينج، يعني يصير داخل الجهاز. حتى اولا بما انه الجهاز الكفر بروتكتيف كفر الغطاء مال الحمايه يكون قوي، اولا ما يخترق، واني كشخص دا اصب يجي الي ياذيني، لانه هذا المتر شلون الشظيه معدن وبدرجه حراره تقريبا 1000 او 900 وبطريقه كلش قويه دا يصير بي شوتينج زين. فاذا مو الكفر كلش قوي بحيث يحميني الي كشخص ويحمي كل اجزاء الجهاز مالتي، ذا سيركل ذا تول سو بروتكت، حتى يحمي تو بروتكت، حتى يحميني ذا بورينج بارت زين، اجزاء الصب وانا كشخص هم يحميني ان كيس في حاله شنو؟ او فيلر او بورينج، صار فشل بالصب مالتي زين. بورينج ميلتينج ذا اوبان، البورينج ميلتينج بارت ذا اوبان شو اسمه اجزاء الصب go away، بهالحالة ايش راح يصير؟ مو حيصير فيلر بالبورينج، بورينج ملتنج بارت اللي هو بالملتنج متال، بالملتنج متال يعني بالمعدن الذائب، ايش راح يصير؟ go away، راح يروح بعيد عن المكان اللي هو الرينج اللي مفروض يصير بيه شوتينج، فحيروح وين؟ على الجدران او على البروتكتيف كفر اللي موجود عندي، ما يأذيني لي كشخص او كتقني، وما يأذي باقي الجهاز. go away and the speed
روتيشن، نوبات بحالات السرعه اللي كلش عاليه، لانه احنا السرعه احنا نتحكم بيها، عدد فرات الجهاز ايش كان فره المفروض نفره حتى بعدين نسوي الشوتينج. زين هسه راح ناخذ الجزء الثاني اللي هو البيس او القاعده مال الجهاز. طبعا القاعده مثل ما تشوفون انتم هاي السوداء هي هاي القاعده مال الجهاز، تكون اذكر شيء بالجهاز حتى تعطيني شويه فد قوه وسترين تعطيني للجهاز ماتي وتثبته بمكانه. از ذا سبورت سنتر، زين اسناد يكون بيها اسناد مركزي من الوسط يعني اكيد. It must have high strength، فيها قوة كلش عالية. And located in non-moving surface، المفروض انه نثبتها او مكانها يكون مو على سطح متحرك، سطح ثابت. To avoid vibration، حتى نتجنب شنو الاهتزاز، يعني لازم تصير القاعدة مالتي مال الجهاز ثابتة، لان الجهاز حيفتر فرة كلش قوية، فأي حركة أي اهتزاز اما الجهاز يصير بيه مشكله، اما الشوتينج مالتي يطلع كله غلط. اوكي افويد فايبريشن، نتجنب الاهتزاز. اور روتيشن، او الدوران. دورينج وورك، اثناء العمل. اند ات كونتين موفينج لوك، وتحتوي على شنو؟ قفل مال الحركه. هسه عندنا الجزء الثالث اللي هو البالانس ارم. البالانس ارم اللي هو الجزء اتز the arm that is faced the crucible arm، يكون طبعا البالانس ارم هذا الذراع اللي صاير لي فوق يسموه بالانس ارم. يتقلق بالمقدمه مالته شنو موجود؟ الكروسبل ارم. الكروسبل ارم هذا الجهاز اللي بيه هاي القطعه البيضه يسموه الكروسبل ارم. هاي القطعه البيضه مو من ضمن الجهاز، هاي نجيبها نقعدها احنا بالجهاز. زين هي يعني تجي ويا الجهاز بس هي مو ثابته، نقدر نشيلها، يسموها الكروسبل هاي. زين فهذا الكروسبل ارم هو الذراع اللي راح اخلي بيه الكروسبل. هاي الكروسبل راح اخلي بيها الانجوتات مال المتل قبل ما نسوي لها ملتنج، قبل ما نذوبها. زين بعدها بالضبط تشوفون هذا المكان نخلي بيه الرينج، الرينج مالتنا اللي راح نسوي بيه شوتينج للملتنج متل للمعدن الذائب. زين هسه الكروسبل ارم تيز ذا ارم That is phased the crucible arm. Connect، ترتبط وياماً with the base، ترتبط مع القاعدة. From one side and the other side stabilize، والسايد الثاني يعطيني توازن. On it heavy bodies contour wide. السايد الثاني إذا تشوفون هاي الدوائر السود، هذا وزن. زين وزن، هذا وزن من حديد بالمتل. هذا أسوي بيه توازن ويا الذراع مال من؟ ويا الذراع مال الكروسبل ارم. ايش قد ما يكون الرنج اكبر اخلي وزن اكثر حتى اسوي توازن بين الذراعين. ماكو ذراع نازله وذراع صاعده، لازم اسوي وزن. هذا الوزن انا اتحكم به حسب نوع الرنج اللي انا راح استخدمه. This heavy body، هذا الوزن اللي انا راح استخدمه العالي increase يزداد according to the weight، حسب وزن of boring ring، حسب وزن الرنج اللي انا راح اصبه. In the other side the important of this arm to protect، فائدة هذا الذراع لحماية of two arm in balancing way، فائدة هذا الذراع انه يحمي لي انه يكون اكو balancing، توازن بين الذراعين، لازم اكو توازن. هسه عندنا نمبر 4 اللي هو الكروسبل arm. تز هاي سترينث، يكون كلش قوي. ارم كونكت وذ ذا بيز، يرتبط ويا القاعده. فروم وان سايد، من جهه. اند وذ بيربنديكولار سبورت وول، ويرتبط ويا جدار عمودي ساند اللي هو هاي الدائره اللي صايره بالاخير. هذا الكروسبل ارم من بدايته يرتبط ويا من؟ ويا البيز، ويا القاعده. من النهايه يرتبط ويا من؟ ويا بيربنديكولار سبورت وول، جدار ساند عمودي اللي هو هاي الدائره اللي بالاخير. اوكي from the other side and anterior to the support wall، وللأمام من ال support wall من الجدار الساند شنو موجود؟ there are three parts، اكو ثلاث اجزاء هسه راح نشرحهن. which are، اول نوع شنو؟ الكرادل. الكرادل شنو؟ قدام هاي الدائره اللي هو الوول راح نخلي الرينج. ما ادري اكو وصف الصوره للرينج.
هذا الرنج اللي تشوفوه اللي شرحناه بالمحاضرة، هذا الرنج أنا وين أجي أخليه؟ أخليه قدام هاي الدائرة، قدام إيش راح يصير؟ راح يصير الكروسوبول، الكروسوبول أخلي بيها متل، أسوي له المتل ميلتينج، أسوي شوتينج للمتل، راح ينزل وين بالرنج؟ يصير عبارة عن كراونات أو عبارة عن فريم إطار مال كروم كوبالت بارشل دكتشر اللي هو المعدني. السيليك راديال از لوكيتنج داونورد، تقع للاسفل اوف ذا رينج، تصير جوا الرينج، راح تحيط للرينج من كل الجهات حتى ما تخليه يتحرك. اوف ذا رينج ذا ادفانتج اوف كرادل، شنو فائدتها؟ از تو سراوند، تكون فائدتها تحيط لي سراوند، تحيط لي ملتنج رينج، تحيط لي الرينج اللي راح اسوي به ملتنج للمتر. اند ذا امبورتنس اوف ملتنج كريستوبل متل، وفائدة الملتن كروسبور متل is to bore the metal that inside it، فائدتها شنو؟ انه تسوي بورينج صب للمعدن بداخل الرينج. هسه عندنا بي الجزء الثاني ملتن كروسبور متل، الكروسبور اللي راح اسوي بيها شنو اني؟ راح اسوي بيها ملتن للمتل اللي هي قلنا هاي البيضة اللي موجودة. to locate the molten metal it should be made from the، يكون موقع الملتنج متل بيها داخلها يعني مصنوعة، it should be يجب أن تكون مصنوعة from the ceramic، مصنوعة من السيراميك. ليش؟ because no carbon، السيراميك ما بي كربون، contain the metal لأنه الكربون إذا يكون مصنوع يعني إذا صنعناها من معدن، المعدن يجوز يكون بي كربون، الكربون من أجيان يذوب المعدن بي راح يسوي لي كونتامينيشن، راح يسوي لي تلوث للمعدن الذائب. بعدين من صارت صار بي كونتامينيشن تلوث للمعدن، من اجي اسوي عليه السيراميك، السيراميك ما راح يثبت عليه زين، ما راح يثبت، فراح يسوي لنا كونتامينيشن تلوث للمتر. تاخذوها ان شاء الله سنت جايب لك راوند برج. هسه عندنا اللوك اللي هو القفل اللي موجود حتى اثبت به الار ماتي، ار امبورتنت تو stabilizes، يسوي لنا تثبيت للملتنج كروسبل متل، للملتنج كروسبل متل. اد ملتنج رينج زين ان ذير بليس، يثبتهن بمكانهن. اند سرينج ذي ار نوت موفينج، ويسوي لنا تثبيت ويخلي لنا يصير عدم حركه او اي موفمنت بداخل الكروسبل او بالكروسبل ار. هسه عندنا 5 اللي هو الجزء الاخير اللي موجود بالجهاز اللي هو البن which contain the spring، هذا البن يرتبط شنو؟ يحتوي على شنو؟ يحتوي على سبرينج. احنا قلنا قبل ما نسوي الشوتينج بالسنترفيوج مالتنا نحرك السنترفيوج، نفره فرتين او ثلاثه حتى شنو من نجي اكو فد بن اللي هو هذا الموجود فدعتله نوخرها بالجهاز زين، حتى شنو؟ حتى الجهاز يفتر فره كلش قويه، يسوي لنا طرد مركزي. الطرد المركزي راح شو يسوي؟ يحول لنا المتر اللي موجود بالكروسبول يخليه ينزل يروح وين؟ بالرينج، باثناء هاي الفره اللي موجوده بالجهاز زين. which contain the spring، هذا السبرينج احنا نجي نفره حتى ينشد السبرينج، يصير بيشد كلش قوي، من اجي انا اوخر البن تصير فره كلش قويه بالجهاز زين. use to rotation، يستخدم حتى يسوي لنا دوران the arm، دوران للذراع اللي هي موجودة اللي هي balance arm during casting process، أثناء عملية الصب. أوكي هسه أخذنا أجزاء الكاستنج اللي هو conventional casting machine، راح ناخذ النوع الثاني اللي هو الإلكتريك centrifuge casting machine is a modern، هاي مودرن سنترفيوج سبيشي، مودرن يعني حديث، سنترفيوج سبيشالي ديزاين، يصمم خصوصا فور سنترفيوج مولدينج لصب سمول ميتال بارت. دائما مو دائما هي، بس اكو انواع من الكتريك تكون كلش صغيره، تستخدم نصب بها كميات قليله من المعدن، ما تتحمل انه كميات كلش كبيره زين. سمول ميتال بارت فور ذا دنتال، شغلنا مال يعني مال الدنتال، الشغلات السنيه بروستيز سكتشر، بقطع او حقل صناعه او تعويضات الاسنان. اجزاء شنو؟
هذا مثل ما تشوفوا الجهاز. اكو انواع طبعا كلش كبيره من مثل هذا، واكو انواع كلش صغيره، بس اكثر شيء يجي صغير ما يتحمل انه تخلي به متل معدن كلش هوايه. زين اكثر الكاستنج ماشين اللي كترك تجي وياه كروسبول صغيره، الكروسبول من الصير صغيره ما تتحمل انه نخلي بيها معدن كلش هوايه. زين اجزاء شنو؟ الارم، الذراع، الليد، الغطاء، اون سويتش، السويتش مال التشغيل والاطفاء، كنترول ديفايس اللي هو جهاز التحكم. لان احنا قلنا الالكتريك سنترفيوج كاستنج ماشين مو مثل المانوال. هذا اجي انا مثلا من دا اسوي من دا افرغ الجهاز اباوع بيه من فوق، هو بمثل مثل الجامع اباوع من عندها انه المتل انصهر، اجي بس ادوز دقمه يفتر الجهاز، لا اجيب تورج ولا اعرض نفسي للخطر، ادوس الدقمه وحتى اوقف لي غاد ما له شغله، هو الجهاز يكمل الفره مالته ويوقف من كيفه، جاني افتحه اطلع الريق من عنده واشتغل. اوكي هسه راح ناخذ النوع الثالث اللي هو فيستا كاست سنترفيوج كاستنج ماشين. فيستا كاست از ا كومباكت ايزي تو اوبريت اندكشن كاستنج ماشين. يكون جهاز متراس وامين، يعني بنتج تشتغل به، يعني جهاز كلش امين ومتراس يعني مرصوص، يعني كلش قوي، ايزي تو اوبريت، سهل العمل. اندكشن كاستنج ماشين يشتغل بطريقه الحث فور ملتينج اند كاستنج، ليجي يعني حتى يسوي لنا ذوبان للمعدن وصب للمتل. اول دنتال الوي لكل السبائك السنيه وذ ذا اكسبشن، مع استثناء واحد اللي هو شنو؟ التيتانيوم اند تيتانيوم الوي، لانه التيتانيوم فد معدن الراد لدرجه حراره كلش عاليه تقريبا توصل لل 2000 او اكثر من 2000 يلا يذوب. فهذا الجهاز يسوي لنا ملتينج لكل انواع الدنتال الوي، سبائك الاسنان ما عدا سبيكه التيتانيوم والتيتانيوم الوي. التيتانيوم مثل ما تعرفون انتم انه احنا والتيتانيوم الوي نستخدمه بصب او عمل زرعات الاسنان والاجزاء مالتها اللي هي الابوتمنت وغيرها وغيرها. فهذا الجهاز كل انواع الدنتال الوي يسوي لها ملتينج ما عدا التيتانيوم والتيتانيوم الوي. This is machine use the argon gas. يصادر الجهاز يستخدم ويا من؟ ويا الارغون غاز، ويا جهاز الارغون. In the cycle electric في دوران الكهربائي. Or the magnetic field bent the pro electrically. او يستخدم شنو؟ في مجال انحناء، اما استخدمنا اني cycle electrical او مجال انحناء مغناطيسي او مجال مغناطيسي حتى اسوي له شنو؟ احثه انه يسوي ملتينج للمتل. هسه عندنا المين ادفانتج، شنو فائده الفيستا كاست الرئيسيه كجهاز كاستنج ماشين، كجهاز صب معادن؟ نمبر 1 هاي ملتينج كاباسيتي، قدره كلش عاليه وذ لو، طبعا قدره للذوبان، للذوبان المتل كلش عاليه، وذ لو انرجي كنسبشن، طبعا بي قدرة كلش عالية لذوبان المتل، مع شنو؟ مع ايش يحتاج؟ يحتاج استهلاك طاقة كلش قليل. كنسبشن. النقطة الثانية شنو؟ هوموجينس ملتينج اند كاستنج، تجانس بالذوبان وبالصب، يعني المصلوب مالتنا تكون متجانسة والذوبان يكون متجانس بالنسبة لهذا الجهاز. نمبر 3 ريدكشن ان ذا اماونت اوف فينيشينج ريكوايرد، المتطلبات اللي نحتاجها احنا زين تكون قليلة، ريدكشن تقليل كمية متطلبات التفنيش، تفنيش طبعا ورا ما اصب المتل مالتنا. نمبر 4 ايزي اوبريشن، سهل العمل، كومباكتنس محكم، جهاز يكون كلش محكم، ايزي مينتنس سهل الصيانة او سهل الحفاظ عليه. محاضرتنا اليوم خلصت، طبعا هذا الجهاز مثل ما تشوفوا يختلف عن الأجهزة الباقية، محاضرتنا خلصت وهاي آخر محاضرة، وأشوفكم على خير إن شاء الله، مع السلامة.